أنا اليوم راح أعجن عجينة البيتزا، بس راح أعجنها على إيدي بدون ما أستخدم العجانة. ساوي فيديوهين فيديو واحد. راح ساوي طريقة بالخميرة النية اللي هي خميرة البيرة، وراح ساوي طريقة بالخميرة الجافة، لأنه في كتير مناطق بالبلاد العربية عم بيقولولنا مو متوفر عنا الخميرة النية، صعب يعني إنه نحسن نستعملها. فأغلبية المحلات بتستعمل خميرة ناشفة، خميرة الحبوب. وراح استعمل الكبوتو هذا. شباب انا اي نوع ما في اي مشكلة، بس تكون نسبة البروتين تبعه شوي عالية، يعني ما بين ال 11 و 13. ان شاء الله بتعجبكم وبنشوفها بشلون كيف بتطلع معنا. انا والله بس همساويها لانه كتير طلبوا مني ساوي لنا كمية قليلة وعجنها على ايدك بدنا نشوفها. فانا راح ساويها على ايدي وبورجيكم اياها. عيارات العجينة الخميرة الجافة. عندي 500 جرام طحين، نص كيلو، 280 جرام مي باردة، 4 جرام خميرة ناشفة، خميرة جافة، 15 جرام ملح، 50 جرام مي. عجينة الخميرة النية 500 جرام طحين، 280 جرام مي باردة، 15 جرام ملح. من الواحد لاثنين الخميرة النية، هي الخميرة النية 50 جرام مي. العيارات بين الخميرة الجافة والخميرة النية ما بتختلف أبدا. طحين نص كيلو، 280 جرام مي باردة، وبخلطهم. أنا شباب حابب سويها الطريقة بإيدي لحتى تستوعبوا أكثر الطريقة، بس أنا بحب أجن على إيدي كميات القليلة. بضلني عم بأجن فيهم لحتى ما يضل طحين، لحتى يروح كل شيء طحين ضالب، يعني يصيروا كلهم تجانس واحد. كيف ما ضل طحين بقلب الجرن، كلها صارت كبت لوحدي. هلا هون هاي باخذها وبريحها ساعة بالضبط. نقلتها لهون شاشة مبلولة مي وبحطها فوقها ساعة بالضبط يا شباب. بساوي نفس العملية بال 500 جرام اللي بدي ساويها بالخميرة النية، نفس المبدأ بساوي، ما في أي اختلاف أي شيء. وهي العجينة الثانية كمان بريحها لساعة، هي صاروا عندي أنا العجينتين. هاي بعد ساعة بالضبط مي شوي شوي، بنزل الخميرة وبلش فاجن. كنت متعبة شوي بالإيد شباب، بس هاي هي الطريقة يعني. بضلني بأجن لحتى دخل يروح المي هذا كله. انا بحب اعجن على ايدي عشان اعرف قوامه للعجينه. شايفين بلشت تختفي المي. انا بليت عم بعجن فيها حوالي 3 دقائق، متعبه هي يا شباب، بس هي تطلع عجينه ولا ما في منها يعني. شايفين ما عاد في اثر للمي كله. نزل شوي شوي الملح، وانا عم نزل الملح بعجنها. الملح بس ينزل بيعطي حراره للعجين، انا بدي طالع شوي حرارتها. هلا بنزلها هون بعملها لملمة خفيفة. اتركها حوالي 10 دقائق، 500 جرام بعد بساعة. هاي بدي اشتغل فيها خميرة النية. هاي انا هون عندي
مثل ما قلت لكم 50 جرام مي، نفس الطريقة بس هاي الخميرة النية حاول ذوبها بشوية مي وبنزلها. هن 50 جرام نفسهم وأنا عم ذوب فيها باذنجان، بنزلها وباذنجان. أني عم دهن حوالي الأربع أو خمس دقايق كمان. هلا شايفين تلملمت وما عاد صفي أي أثر للمي وتجمعت كل العجينة. بنزل الملح شوي شوي وبرد برجع بعجن. بدي عجنة ما تنية يا شباب. أنا مثل ما قلت الملح بيعطيها حرارة للعجينة، فأنا بدي طالع الحرارة شوي فيها. كمان هون ضلني عم بعجن أقل شي بدي شي دقيقتين. بنزلها هون كمان 10 دقايق. هلا هي بعد 10 دقايق هاي العجينة اللي بالخميرة الناشفة وهي العجينة اللي بالخميرة النية. هلا هون انا بدي لملمها وريحها للعجينة. شايفين ما احلاها صارت؟ إذا عذبتكم التجميل بدها إلي شوية طحين. لملمها لملم يا شباب. شايفين الطريقة؟ كتير كتير سهلة. هاي حاطط أنا هون زيت زيتون أوليف أويل. كمان هاي بنزلها هون وبريحها. هاي العجينة الخميرة الناشفة. العجينة الخميرة النية اللي أنا بساويها على طول. كمان هاي نزلها هون خليهم أقل شيء حوالي 10 ساعات بالبراد، وبعد 10 ساعات بفردها وبشوية وبورجيكم النتيجة. بس بدي اشويهم طالعهم جهزهم وبورجيكم النتيجة كيف.